يصادف اليوم 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وبهذه المناسبة نظم الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد الأسبوع الوطني للغة العربية في دورتها 15، وتستمر الفعاليات حتى 24 ديسمبر. ترأس حفل الانطلاق أمين الدولة في التعليم العالي دكتور حسين مسار وممثل السفير السوداني، إلى جانب ممثلي المؤسسات التعليمية وعدد من الأساتذة والباحثين. أحمد خميس. يجيء تنظيم هذا العام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تحت موضوع المعتمد لهذا العام من قبل اليونسكو هو العربية والتكنولوجيا، حيث بدأ فعاليات الحفل بالنشيد الوطني مقدمة بالعربية والفرنسية من قبل تلاميذ مدرسة النهضة. من ثم قدم رئيس اللجنة التنظيمية كلمة الرحب خلالها بالحضور، وأشاد بجهود حملة راية العربية، وأكد عن أهمية هذا اليوم. هذا النشاط هو بمجرد وسيلة تمكن المثقفين العربية من تغيير مسيرة هذه اللغة في هذه البلاد. من ثم قدم ممثل المكاتب الفرعية الإقليمية للاتحاد النور الغالي أبكر كلمة أشار خلالها إلى أن المكاتب قامت بتنفيذ العديد من البرامج، أهمها فتح مدرسة إعدادية عربية بالمساقط وتعريب المكاتب الإدارية وإقامة أنشطة اجتماعية. عقب ذلك قدم نائب رئيس الاتحاد كلمة أوضح خلالها بأن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس أوضاع العربية ومصيرتها، إلا أن الاحتفال في شاد يتميز عن غيره من الاحتفالات بميزتين: الأولى تخصيص أسبوعا كاملا للاحتفال بهذا اليوم، والثانية شاد غير عضوة في جامعة الدول العربية ولكنها تعتمد العربية لغة رسمية بجانب الفرنسية، مؤكدا أن العربية لغة حية وقديمة ومتجددة ومتطورة. آخر المداخلة كانت الكلمة التوجيهية لأمين الدولة في التعليم العالي، حيث أعرب عن سعادته بالنشاط التي يقوم بها الاتحاد. هذه الرعاية الدائمة والمستمرة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو يدل على أن هو فخامة الرئيس هو الراعي الأول للغة العربية. هذا الجهد الذي يقوم به الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية جهد مقدر ويحظى بتقدير كبير. نحن في وزارة التعليم العالي نشيد بدور الاتحاد، ونحن مستعدين للتعاون مع الاتحاد، وقلت ذلك في كثير من المناسبات. يذكر فقد ختم الحفل بتقديم ندوة علمية بعنوان اللغة العربية وتخصصات التقنيات الحديثة، قراءة في واقع الأقسام العلمية والتقنية العربية بمؤسسات التعليم العالي في تشاد. وفي إطار الاحتفال باليوم العربي اليوم العالمي للغة العربية، نظمت ندوة علمية من قبل المركز التربوي الإقليمي الإيسيسكو. ندوة علمية جاءت تحت عنوان اللغة العربية تعليم العربي في تشاد ودول وسط أفريقيا. حليمة السعدية يعقوب والمزيد عن هذه الندوة. يصادف تاريخ 18 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للغة العربية، ولأهمية هذا اليوم نظم المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد ندوة علمية تحت عنوان التعليم العربي في تشاد ودول وسط إفريقيا، التحديات وآفاق التطوير. في مداخلته الأولى لهذه الندوة تحدث المحاضر عن المراحل المتعددة للتعليم العربي. تمثل اللغة العربية في أفريقيا أكثر اللغات الوطنية انتشارا، ولا يقتصر استعمالها في الدول العربية فحسب، وإنما يتحدث بها كثير من القبائل والوحدات الإثنية التي تنتشر في القارة الأفريقية. أما المداخلة الثانية فقد تناولت هي الأخرى أهمية اليوم العالمي للغة العربية وكيفية الاحتفال به في دول وسط إفريقيا. لماذا نحتفل هذا اليوم؟ نحتفل هذا اليوم من أجل مراجعة الذات ومراجعة أوضاعنا، نعرف أين وصلنا، ما الذي قدمناه اللغة العربية، وما هي النجاحات التي تحققت، وما هي الإخفاقات التي أخفقنا
في حقها، على أمل العام القادم إن شاء الله كل ما هو جيد عززناه، وكل ما هو ضعيف أو إخفاق نحاول أن نجد له حلا، نحاول أن نصوب هذا الخطأ. وقبيل انتهاء المحاضرات تداخل بعض الحضور بتقديم أسئلة واستفسارات تنصب جلها حول أهمية اللغة العربية. وإلى حفل توزيع الجوائز وتكريم المشاركين من المدارس العربية في المسابقة التي نظمتها رابطة اتحاد طلاب المدارس العربية بالتعاون مع منظمة أيادي بيضاء. محمود مسلفي. دعما للأنشطة التربوية وتشجيع الطلاب على مسيرتهم التعليمية ورفع قدراتهم في جميع المجالات، لذا نظمت رابطة اتحادات طلاب المدارس العربية بالتعاون مع منظمة أياد البيضاء مسابقات في المعلومات العامة وكتابة الشعر وفن الخطابة والحكم والأمثال، حيث شارك في هذه المسابقة أكثر من 20 مؤسسة تعليمية خلال العام الدراسي السابق 2016-2017. في كلمته رئيس لجنة التحكيم سعيد أبو رحمة الذي أعلن نتيجة المسابقات والتي فازت فيها 3 مدارس، وهي ثانوية ابن رشد التي تحصلت على الترتيب الأول، أما الترتيب الثاني فكان من نصيب ثانوية جوج العربية، بينما الترتيب الثالث فقد اشتركتا فيه ثانوية الأزهر الشريف وثانوية زيد ابن ثابت. رئيس رابطة اتحادات طلاب المدارس العربية خلال كلمته بهذه المناسبة أوضح بأن الهدف من هذه التظاهرة الثقافية هو توحيد صفوف التلاميذ. هذا واختتمت المناسبة بتوزيع شهادات تقديرية للمدارس المشاركة في هذه المسابقة.